الحمد لله ان الحقيقة ظهرت وكل الناس عرفتها. بصراحة نانسي دي طلعت بنت جدعة بصحيح. فعلا يا ماما احنا كنا ظالمينها، بس ربنا يقدرنا ورد لها الجميل لما ادم يرجع ان شاء الله بالسلامة. هيرجع بالسلامة وهيرجع قريب قوي. يسمع من بقك ربنا يا خالي. وايه اللي يخليك متأكد قوي كده؟ اصله نانسي لما تطلع في التلفزيون على الملأ كده قدام الناس وتقول الحقيقة اكيد الناس هتشجعه وتقف جنبه وتقتنع ببراءته. يا جماعه مش الحقيقه بس اللي اتقالت، ده انا شفت فيديو براءة ادم بعناية دول على النت، وواضح فيه قوي ان هو كان بيدافع عن نفسه من الراجل الامريكان اللي كان عايز يقتلهم. طالما الحكايه كده ليه مش عايزين يعترفوا ببراءته؟ واضح بس انها مساله اجراءات وهيرجع لنا بالسلامه. ده واد شهم وجدع ولازم ياخد حقه. والاول مره في مصر عجز اختلط. ايه في المية؟ رجالي وحريمي وبين البنين، الشعر على الشمال والمرة على اليمين والكراميلا في النص. نورة علي يا شاعر. ايه؟ ها؟ ادم فين يا ولاد الكلب؟ ادم فين؟ ما اعرفش ادم فين جاي؟ ادم جاي. بس انا عندي مشكلة، لازم افضيله مكان. انا هعمل اوكازيون، هيقول لي ادم فين؟ هروح. مين قال عايز اروح؟ والله العظيم يا فندم وقف. والله العظيم والله. اسمك عالية؟ ها؟ المفروض الصفحات واطية. رياض أم شعرك ده؟ ها؟ عمال سبع رجالة بعض؟ يا شاعر. والله العظيم ما أعرف. والله العظيم ما أعرف هو فين. والله ما اعرف. بقول لك يا شيخ والله ما اعرف. والله ما اعرف هو فين. ايه ده يا حبيبي؟ والله